هنكمل. جميل. هلا هلا، سامع كويس؟ جميل. طيب انا هحاول ان انا ارجع على الفات بخصوص الخوارزميات. عبد الله معايا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اتكلمنا في الجزء السابق اللي هو الخوارزمية وخرائط التدفق. اليوم إن شاء الله عايزين، كان في مسائل رفعناها على المنتدى على جوجل كلاس. المسائل دي كان مطلوب منكم تحلوها، فأنا هحلها معاكم اليوم إن شاء الله. وبعدين بعد ما نخلص لو في وقت هندخل على درس تاني، أو لو مفيش إن شاء الله نكمل غدا. أول سؤال اللي هو مطلوب مني خطوات الخوارزمية لحساب مساحة خطوات الخوارزمية لحساب مساحة مستطيل مع رسم خريطة التدفق. طيب، احنا لو بصينا كده هنلاقي السؤال مكون من جزئين، اللي هو عايز خطوات الخوارزمية وخريطة التدفق. طبعا أظن الشاشة واصلة عندكم. أوكي. ده السؤال اللي هو اكتب الخطوات الخوارزمية لحساب مساحة مستطيل. يبقى إذا أنا عايز هنا الخطوات الخوارزمية، ولما تشوف كلمة الخطوات الخوارزمية تفتكر على طول اللي هي مجموعة من الخطوات بكتبها بتسلسل 1 2 3 4 5. ولما أشوف رسم خريطة التدفق أفتكر على طول إن أنا بستخدم أشكال محددة. يبقى إذن الرسم ده عبارة عن أشكال، اللي هو شكل دايرة، شكل مستطيل، شكل متوازي أضلاع، وهكذا. الأشكال ديت إحنا بنستخدمها عشان نرسم خريطة التدفق. إنما الخطوات اللي هي بتكون مرقمة ترقيم 1 2 3. وإذن أول خطوة المفروض نعملها اللي إحنا عايزين نعمل خطوات الخوارزمية. طبعا صح اللي إحنا بنحدد ما هي المدخلات وما هي المخرجات وما هي العمليات، إنما نظرا عشان الموضوع ما يحصلش فيه شعور ان الموضوع صعب وتقيل، فاحنا خلينا نشتغل بس على الخطوتين دول اللي هي الخطوات الخوارزمية. اوكي، الخطوات الخوارزمية، ونشتغل على رسم خريطة التدفق. الخطوات الخوارزمية بتعمل ارقام، باول رقم هعمل 1. تمام، 1 ديت قدامك اختيارين، يا اما تكتبها اللي هي البداية ابدأ، تمام، او خلينا نبسط اكتر هنبدأ نشوف هنا السؤال. المفروض انا بحسب مساحة مستطيل، هبدأ افكر المستطيل دوت مطلوب مني المساحة، اذا مطلوب مخرجات اللي انا اديله رقم، اوكي، اللي هو المساحة. طب المدخلات، مش المستطيل بيكون بالشكل ده؟ ده شكل مستطيل. المستطيل فيه كم ضلع؟ فيه 4 أضلاع. طيب، فيه 2 متساويين و2 متساويين، هو عايز المساحة. طب المساحة دي عبارة عن ايه القانون بتاعها؟ القانون بتاعها اللي هو ايه؟ الطول في العرض. الطول في ايه؟ في العرض. يبقى اذا انا محتاج الضلع هنا اعرف كام، والضلع اللي هنا التاني اللي هو العرض اعرف كام. طيب الضلع ده وليكن انا هرمز له بالرمز، مثلا الضلع ده هنرمز له بالرمز كام؟ W وليكن. أو خلينا نقول ده هيبقى الطول L عشان تبقى واضحة شوية. يبقى إذا الضلع ده هيكون الطول. يبقى الطول اللي هو L. طيب العرض، المفروض العرض اللي هو W، الويتس يعني، العرض ده اللي هو الويتس. نعم، أيوة عبد الله، سامعك. إيه؟
ايش؟ صفحة 96، صفحة 96 تقنية المعلومات، حاسب تمام. صفحة 96 تقنية المعلومات، أوكي أوكي أسامة. صاد 96 تقنية المعلومات، بس نرجع تاني لكلامنا. قلنا ان المستطيل، اوكي ده مستطيل، مستطيل هيكون فيه ضلع الطول وهيكون فيه العرض. يبقى اذا هو عايز المساحة، المساحة معناها ايه؟ المساحة معناها اللي هي الطول، مساحة المستطيل اللي هو طوله ضرب العرض، دي قاعدة معروفة اللي هي مساحة ايه؟ مساحة المستطيل. يبقى اذا انا سألت نفس السؤال دلوقتي، ايه اللي عايزه؟ هو عايز مساحة المستطيل. مساحة المستطيل دي عبارة عن معادلتها ايه؟ الطول في العرض. سألت سؤال تاني، ايه النتيجة اللي عايزها؟ هو عايز النتيجة رقم واحد. سألت سؤال تالت، ايه الأرقام اللي عايزنا ندخلها؟ الأرقام اللي عايزنا ندخلها اللي هو الطول والعرض، اللي هو الطول والعرض. طبعا انت ما تعرفش ايه هو الطول وايه العرض، يعني ما نعرفش الطول ده كام، ده لو انا قسته من هنا لهنا انا ما اعرفش كام، لان انا ممكن اجي تاني اروح راسم المستطيل مختلف، اهو الطول بتاعه اصغر والعرض بتاعه اصغر. يبقى اذا انا عايز اعمل برنامج اقدر ادخل فيه الطول ده والعرض ده ويحسبه لي، وعايز اعمل برنامج اقدر ادخل الطول ده وادخل العرض ده ويحسبه. يبقى اي طول بتدخله اي عرض بتدخله هو البرنامج اوريدي بيقوم بحسابه، ده وظيفة البرنامج اللي احنا عايزين نعمله. فاحنا عشان نعمل البرنامج لازم هنمر بخطوات، من ضمن الخطوات اللي انا بعمل خوارزمية الخاصة بالبرنامج، عبارة عن خطوات متسلسلة 1 2 3. ومن ضمن الأمور التانية اللي انا بعمل خريطة التدفق، قلنا خريطة التدفق اللي هي عبارة عن رسم أو مخططات، والرسم ده اللي هي بيوضح شكل تمثيل بياني للخطوات الخوارزمية، يعني بمثل الخطوات اللي أنا كتبتها في شكل تمثيل بياني عشان أي حد يقدر يقرأها ويفهمها ويقدر يرجع لها لو حصل فيه مشكلة في البرنامج، يقدر يرجع للخرائط ديت ويقدر يشوف إيه لو فيها مشكلة أو لو البرنامج ما بيتنفذش بالطريقة اللي هي موجودة في الخريطة. زي مثلا انت لو في بيت، هل البيت دوت بروح قايل له لا هات الاسمنت وهات الزلط وهات الرمل وابني على طول وهات الطوب وابني؟ لا، بنبدا ان احنا نعمل رسومات، الرسومات ديت بتوضح كل حاجه ابعادها ايه ومواصفاتها ايه التفاصيل الداخليه وهكذا بنفس المنطق. نرجع تاني، قلنا مساحه المستطيل. يبقى اذا انا في عندي 3 محاور اشتغل عليها، هي حاجه اسمها المدخلات وحاجه اسمها المخرجات وحاجه اسمها العمليات. يبقى بداية أنا عايز أقول له في البرنامج إيه، دخل الأرقام بتاعتك، فهبدأ أقول له دخل أدخل الطول تمام والعرض. طبعا الطول ده اللي هو مين؟ الطول اللي هو L، أوكي، والعرض اللي هو مين؟ العرض اللي هو W. يبقى إذا أنا مطلوب مني أدخل L وأدخل W اللي هو العرض، ده رقم واحد في خطوات الخوارزمية. رقم اتنين، رقم اتنين
كده انا عملت الادخال اللي هو الطول والعرض. رقم 2 العمليات. ايه هي العمليات؟ اقول له احسب مساحة المستطيل. اوكي طيب، مساحة المستطيل هتطلع في قيمة، يبقى اذا بما ان انا رمزت للطول L والعرض W، فمساحة المستطيل هديلها رمز، لان انا معرفش مساحة المستطيل، معرفش هي كام، هل هي 5، هل هي 10، هل هي 20، لان معرفش ال L وال W كام. ال L ممكن تكون، الطول ممكن يكون 4 والعرض ممكن يكون 3، فانا هضرب 3 في 4 هيديني 12. ال 12 دي لازم المفروض اللي هي بتتغير حسب الطول والعرض، وبالتالي دي قيمة، القيمة ديت انا هديلها رمز لان مجهولة بالنسبة لي، فهديلها رمز ال A. يبقى اذا اقول له احسب مساحة المستطيل ال A. طب ال A ده بتساوي ايه؟ ال A ديت بتساوي ال L ضرب ال W، ال A بتساوي الطول في العرض، ده اللي هو مساحة المستطيل. اجي الخطوة اللي بعدها هقول له انا عايز مخرجة، تبقى عايز نتيجة، اطبع. هيطبع مين؟ هيطبع المساحة اللي هي ايه، اللي رمزها ايه، المساحة اللي هي رمزها ايه. يبقى اذا هنقول له اطبع مساحة المستطيل، مساحة المستطيل الرمز بتاعها رمزها ايه، يبقى اطبع مساحة المستطيل اللي هي الرمز ايه. بعد ما انا خلصت البرنامج اجي اقول له ايه النهاية. طبعا لو انت كتبت في الاول البداية يبقى لازم تكتب برضه في الاخر، لازم تنهي البرنامج، يعني الخطوات دي تتكتب وبعدين تنهي البرنامج. كده احنا عملنا خطوات الخوارزمية، كده احنا كتبنا الخطوات الخوارزمية اللي هي عبارة عن مجموعة من المعلومات بتحدد لي ما هي مدخلات البرنامج، ما هي مخرجات البرنامج، ما هي العمليات الموجودة في البرنامج. العمليات اللي هو اللي في W ده العملية، ده اللي هو المعادلة المستخدمة. المدخلات الخاصة بالبرنامج اللي هي القيم اللي أنا هدخلها، القيم دي ممكن بتتغير، فطالما بتتغير أديلها رمز، الرمز دوت حسب الاسم. يعني لو الطول مثلا هيبقى الرمز L اللي هي جاية من لينس، طب لو العرض هيبقى الرمز W اللي هي جاية من ويتس، وهكذا. طب المساحة هديله رمز مثلا وليكن رمز إيه، مش معنى الإيه لأن جاية من كلمة area اللي هي المساحة. فبالتالي بنحدد المخرجات والعمليات ونحدد البداية والنهاية، وكتبنا النهاية. كده خلصنا الخطوات الخوارزمية. تعالوا بقى نرسم خريطة التدفق. كده أول جزء من المسألة خلاص، لما تيجي تجاوب هتجاوب بالشكل ده. الخطوات الخوارزمية هتعمل الخطوات دي. قلت لك ارسم، ترسم الخطوات، ما قلتش ارسم يبقى تكتب الخطوات بس. قلنا ارسم من غير خطوات، ترسم من غير خطوات، حسب المطلوب منك بالظبط تنفذه. فأحيانا ممكن يجيلك مسألة تقول لك والله اكتب الخطوات بس، مش هتعرف معناها تكتب الخطوات بس. نيجي على الرسم. احنا قلنا ان الرسم مجموعه من الرموز، الرموز بترمز للبدايه والنهايه والمدخلات والمخرجات. طبعا رمز البدايه هيبقى شكل بيضاوي كده احنا هنبص عليه مثلا وليكن الشكل ده، هيبقى ده رمز البدايه. ونفس الشكل دوت برضه هيكون رمز النهاية. وإذا ده كده عندي البداية، وهنا النهاية. طبعا أنا حددت النهاية لأن أنا عارف نهاية البرنامج بسيطة باينة عندي في الخطوات الخوارزمية. يعني إيه بقى اللي بين البداية والنهاية؟ هدخل الطول والعرض. طيب في حالة لو انت هترسم هتعمل ادخال، فانت بترسم اللي هو الشكل ايه، الشكل المتوازي ده، تمام. انما لو هعمل عملية بعمل شكل مستطيل، فاحنا نيجي الشكل هو يمثل لنا عملية الادخال او الاخراج. ده كده رمز مين؟ ده رمز الإدخال أو الإخراج. فأنا عايز أدخل قيمة، يبقى أقول له آد. طبعا أنت في العملي مش مطلوب منك ترسم ده، بس إحنا في اختبار، ده بيجي في اختبار النظر، فأنت بتكتب الخطوات، أو لو مطلوب منك الرسمة بترسمها بإيدك.
بس انا بعمل كده على الجهاز عشان خاطر تقدروا تشوفوا الكلام ده. لو بقول له اذا ادخل الطول، الطول اللي هو رمزه L، تمام، اول خطوة عملناها اللي هي ادخل الطول اللي هو ال L، وبعدين ادخل. هتقول لي ليه طب ما احطش ارقام؟ لان انا مش عايز برنامج محدد لحاجة معينة، انا عايز برنامج يقدر يستخدمه كل الناس، تقدر تستخدمه اي حد يعمل مساحة مستطيل، وبالتالي الارقام دي متغيرة فيه. فاذا طالما هي متغيرة فانا بديلها رموز انها مش قيم ثابته. اذا ده رمز الادخال، هقول له دخل الطول والعرض. بعد كده برضو انا عايز اعمل بقى النتيجه، عايز اطلع النتيجه. فاطلع النتيجه ازاي؟ عن طريق ان انا احسب المساحه. اوكي، طيب احسب المساحه ديت اللي هي عمليه، والعمليه دي بيرمز لها باي رمز؟ العمليه بيرمز لها بالرمز المستطيل اللي هو الشكل ده. ده العمليه. واذا هنقول هنا ان احسب هحسب ايه، هحسب ال A بتساوي L في W حسب ما انا محدد هنا. هنا مثلا A تساوي L ضرب W، ما انا عايز ال area، هحسب المساحة. المساحة بتساوي ال L اللي هو الطول ضرب ايه؟ طول ضرب العرض. طيب بعد ما حسبنا المساحة، اذا هيبقى في نتيجة. النتيجة ديت هنطلعها على شكل ايه؟ الادخال والاخراج كلهم الاتنين شكل بعض، اللي هو انهي شكل؟ اللي هو الشكل المتوازي ده. ده هيبقى شكل الادخال وايه؟ والاخراج. فانا هاجي هنا اقول له اطبع الكلام ده. يبقى اذا هقول له اطبع، عشان انا طلعت المساحة على الايه، فإذا أقول له اطبع مين؟ اطبع الايه. هل الخريطة كده ينفع مش متصلة مع بعضها؟ لا، لازم يبقى فيه نقط تواصل. طب نقط التواصل ازاي؟ تاخد السهم ده، يبقى فيه هنا الجزء ده بيتصل بده. طبعا ممكن تيجي برضو تكبر. تاخدها كوبي او باليمين كده، حاجة اسمها الخصائص. بس هنكبر الويتس شوية. وهناخد كوبي نسخها. ويتس العرض، العرض العرض الويتس العرض، اللينس اللي هو الطول، تمام. احنا بس بنغير عرض الخط ده عشان نعرف ننسخ. فكده اول مسألة فيها اي مشكلة واضحة ولا في اي سؤال فيها؟ طلب مننا طلبين في المسألة وجاوبنا عليهم. اول طلب الخطوات الخوارزمية كتبناها، وتاني طلب اللي هو رسم خريطة التدفق، وعملنا رسم خريطة التدفق. انا هحفظ الكلام دوت عشان ارفعه لكم بعد كده فين؟ في المنتدى. ندخل بقى المسألة اللي بعدها. ندخل على المسألة اللي بعدها. السؤال بيقول صياغة حل، أوجد مثلا، أوجد صياغة
متوسط او مثلا اكتب الخطوات الخوارزمية لإيجاد متوسط عددين مع الرسم الايه خريطة التدفق. نعم، كان بقى وقت قد ايه؟ طيب احنا هنعمل نفس الفكره، هنكتب الخطوات الخوارزميه تمام، ونكتب برضو الخطوات الخوارزميه المساله اللي بعدها، والرسم الموضوع سهل خلاص واضح بالنسبه لكم. جميل. طيب بيقول لك هنا الخطوات الخوارزميه لايجاد متوسط عددين. اول حاجه هفكر فيها ايه هم العددين. هو طبعا هنا مش مديني ايه هم العددين، فاذا دي حاجه اسمها متغير. طالما مش مديني القيمه معناها متغير، معناها قيمه متغيره بتتغير حسب كل شخص والتاني، ومن حسب كل مساحة للتانية وكل عدد للتاني وهكذا. فإذا أول خطوة هقول له أدخل العددين. طب العددين أنا مش عارفهم، فهدي لهم رمزين. رمزين ممكن يكون مثلا إكس وليكن واي مثلا. يبقى هنا العددين هقول له مثلا إكس واي، ده العلامة ديت يعني واي. أوكي، فإذا هقول له العددين إكس وواي. تاني خطوة أنا عايز أجيب المتوسط. المتوسط كمعادلة بيقول اللي هو ايه، اللي هو المجموع على العدد. يعني لو هم عددين يبقى المجموع العددين على 2، لو هم 5 أعداد هيبقى مجموع الأعداد على 5، لو هم 10 أعداد مجموعهم على 10 وهكذا. فإذا دي بقى اللي هي العملية اللي هيقوم بيها السيستم. أقول له إيه؟ أقول له مثلا النتيجة دي هطلعها في M وليكن، وبعدين الـ M دي بتساوي مين؟ بتساوي المجموع اللي هي x زائد y اللي هم اللي فوق، اللي احنا المدخلات بتاعتنا x زائد y على 2. وفي الحالة ديت احنا عملنا عملية، العملية دي مجموعهم على عددهم، مجموعهم اللي هو x وزائد y، والعدد بتاعهم اللي هم x و y هم عددين، يبقى على 2، وبالتالي النتيجة هتطلع في m. الخطوة الثالثة انا طبعا عايز اطلع الناتج، فهقول له اطبع مين؟ اطبع ام. اوكي، خلصنا طباعه، باذن ده نهايه ايه؟ نهايه البرنامج. طيب الرسم هيتم ازاي؟ بنفس الشكل، نفس الشكل اللي فوق، اللي هو ايه؟ اللي هو نفس الشكل ده، البدايه بعدين العددين هيدخلوا كادخال، يبقى هنا بدل ما ال و w هتكتب x و y، بعدين المساحة هتكتب m بتساوي نفس المعادلة اللي انت كاتبها تحت، اللي هي m بتساوي افتح قوس x زائد y اقفل القوس على 2. في الطباعة هتقول له اطبع m بدل اطبع a، وبعدين نهاية البرنامج اللي هي النهاية. نفس اذا نفس الخريطة دي. دي مسألة من المسائل. ندخل بقى على المسألة اللي بعدها. كده احنا خلصنا الخطوات الخوارزمية وخريطة التدفق. المسألة الثالثة صياغة مثلا برضو الخطوات الخوارزمية. الخطوات الخوارزمية لإيش؟ لطباعة الأعداد الزوجية من 2 إلى 50. تعالوا نفكر كده شوية. الطلب بتاعه إن أنا أطبع الأعداد الزوجية، ده الطلب من 2 إلى 50. طيب المدخلات مفيش مدخلات. طيب هو مديني حاجات ثابتة، قيم ثابتة 52. طب 52 ده هستخدمها داخل البرنامج. الـ50 اللي انا هقول للبرنامج ما تزودش عن 50، والـ2 اللي انا هقول للبرنامج ابدأ من 2. طب لو هو قال لي الاعداد الفردية مش هبدأ من 2، هبدأ من 1. اوكي، لو الاعداد الزوجية هبدأ من 2، لان انا كل مرة هبدأ ازود 2 وهزود 2 تاني هتبقى 4، وهزود 2 تاني هتبقى 6. طب لو أعداد فردية هيبقى هبدأ من 1 وهزود 2 هتكون 3، هزود 2 هتكون 5، هزود 2 هتكون 7 وهكذا. يبقى إذا أول خطوة في الخطوات هتبدأ تقول له إيه؟ هتقول له اجعل الـ A
دقة قيمة ثابتة بقى عندي في البرنامج ايه بتساوي 2، دي قيمة ثابتة عندي مش متغير. فهو معرف لي في الأول فوق قال لي الأعداد الزوجية من 2. بعدين هقول له اطبع، اطبع مين؟ اطبع، اطبع لإيه؟ يعني طلع لي نتيجة الإيه. فإذا هو يطلع لي 2 في الشاشة. الخطوة اللي بعدها هبدأ أزود. أزود إزاي؟ أنا عندي إيه وعندي 2، يبقى إذا هقول له إيه بتساوي الجديدة بتساوي القديمة زائد 2. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هياخد الاتنين اللي فوق ديت هيحطها 2 زائد 2 هتديله 4، يبقى إذا إيه دي بتساوي 4. بعدين هيعتبرها قديمة، هياخد 4 زائد 2 معناها تساوي 6، يبقى يحطها هنا بتساوي الناتج 6، ويبدأ كل مرة ينفذ الكلام ده. طب أنا هيبدأ ينفذه إلى ما لا نهاية؟ لا، أنا عايز أقول له خلي بالك الكلام دوت لحد ما توصل قبل الـ50. يبقى إذا أنا أفسرها له إزاي؟ أقول له إذا كانت إيه، تمام، إيه أكبر من كام؟ طبعا هنا بيقول لي طباعة الأعداد الزوجية، خد بالك عشان أنا المسألة هنا لازم أكملها، طباعة لأ من إيه إلى 50. يبقى إذا لازم أقول له إن إيه، إيه أكتر صغر أو يساوي كام؟ في حالة لما يكون بتساوي 50، يبقى إذا لو هي خلينا نقول اللي هي أكبر من 50، أكبر من 50 هيعمل إيه؟ توقف، خلاص وقف البرنامج، لأن أنا مطلوب عندي لحد 50. طب لو مش كده وإلا أقول له اذهب لمين؟ يعني لو هي ما وصلتش الـ50 يبقى إذا نروح كرر الخطوات تاني. الخطوة رقم كام؟ الخطوة رقم 2. ده هنا الخطوات اللي هي طباعة الأعداد الزوجية. وبعد كده الآخر بتكتب إيه؟ النهاية. وهنا بكتب النهاية. أرسم الكلام ده إزاي؟ هتيجي هنا هتقول له برضه البداية، رمز البداية بالشكل ده، هنا رمز البداية، أوكي. بعدين لما يكون عندي قيمة ثابتة في البرنامج هو قال لي عليها أحطها في إيه؟ أحطها في عملية. يبقى إذا هرسم رمز العملية. العملية يبقى إذا دي البداية، رمز العملية ده هيتحط في مين؟ هقول له إيه؟ تمام، عنده خلص بقى قد إيه؟ طيب مين اللي عندكم اللي جاية دي؟ ماشي 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 ماشي، ثانية بس ثانية، هقول له ايه بتساوي 2. بعدين انا عايز اطبع، انا عايز اطبع الايه، يبقى هاجي هنا اقول له اطبع. يبقى اذا رمز المخرجات اللي هو الطباعة، اطبع، اطبع مين؟ اطبع الايه. طبعنا الايه. بعدين احنا عايزين نزود اللي هي ايه بتساوي ايه زائد 2، برضه هرسمها كعملية لان دي معادلة، فاذا هتبقى في شكل مستطيل، هتترسم عملية بالشكل ده. يبقى أقول له إيه بتساوي إيه زائد 2، تمام. بعدين هبدأ بقى أنا عايز أقول له لحد 50. في الحالة ديت هاخد رمز اللي هو اسمه رمز القرار. رمز إيه؟ القرار. رمز القرار بيكون شكل مختلف شوية، اللي هو الرمز ده، ده الرمز القرار اللي احنا خدناه في الأول. ده في حالة استخدام في احتمالات وفي قرار هاخده، او احتمالات معينه اكبر او اصغر او يساوي بستخدمه. واذا هقول له ايه اكبر من كام؟ اكبر من 50. لو هو ايه اكبر من 50 في الحاله ديت هيدخل على مين؟ على نهايه البرنامج. لو وصلت لايه اكبر من 50 يبقى في الحاله ديت يجيب لي بقى رمز النهايه اللي هو شكل نهايه البرنامج اللي هو الشكل ده. اقول له نهايه البرنامج، تمام. في الحالة دي بتكتب عليها النهاية. اوكي، طبعا انت هنا لازم تعمل حرف كلمة لا هنا موافق النهاية لو هو خلاص وصل لـ50. لو غير كده يبقى هيطلع يكرر تاني. يكرر فين؟ بيطلع يكرر من المنطقة دي، يبدأ يكرر كل الخطوات كل مرة. واضح شباب؟ ده بالنسبة للخطوات الخوارزمية. المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ في الوحدة الخاصة برنامج الفيجوال بيزك.